ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رزق على البركة يعني حلو هو، سمك محترم يا كريم يا رب. الساعة لسه 9:30 دلوقتي اهي، وربنا كريم إن شاء الله. أيوة أبو زيزو، أحلى صباح يا أبو يحيى وأحلى سمك يوم الوقفة بتاعت العيد الأضحى. طب مش هنمسوا بقى على محمد فايز بقى فايز ومحمد خيري وهيثم عبد الجواد وكل حبايبنا يا عم. طب انا معلم ولا لا ابو زيزو؟ الحورامي واشرف دوسه ابو يحيى. يلا يلا يلا. بصوا يا جماعه، هو هاني كان معاندني في الموضوع ده. طبعا انا عامل خضره هنا جوه مثلثيه، فانا لما كل ما الشمس بتكشف انا ايه حبيت نأمن السمكة ونطلع بالسناد ده. هو كان معندني بس ربنا كرمنا هوت وعملتها على الفاضي. ساعة ما عملت السنادتين دول على البركة السمكة بدأت تشد معانا وتاكل مرتاح. تحياتي لحضراتكم. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي يا كريم يا رب. صلى على النبي. بسم الله ما شاء الله، سمك عافي يا أخي والله والله سمك عافي يا كريم يا رب يا كريم يا رب. السمك اهو والله يا جماعه، عشان بس احنا كمرتنا زي ما قلنا العب العب، احنا كمرتنا والله يا جماعه بتصغر السمك. احلى مسا ابو عربي، احلى مسا. بص يا اخوانا والله كل ما نطفي الفيديو ناخده سمك، نشغله الفيديو ما ناخدوش. احلى سمك طبعا الماء ديت ايه؟ اوعى تقول لي محمد فايز عليها. يا محمد فايز مش هقول لك على مكان الميه ديت. السمك على البركه ما شاء الله لا قوه الا بالله. استنى نشغله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم بخير، عيدكم سعيد إن شاء الله. النهاردة بإذن الله ومشيته يوم وقفة عرفات. طلعت النهاردة أنا وأخويا هاني السعيد. هاني السعيد ده أخ وصديق عزيز عليا جدا جدا جدا. جيت النهاردة إن شاء الله هنشتغلوا بالغلة، أنا هنشتغل على العاية وهو هيشتغل من على الأرض. طبعا أنا العده بتاعتي زي ما انتم شايفينها هي خيط 25 غماز سنار ايه 3. ده بالنسبه لي اول استفتاح محترم من الميه الطيبه دي. انا جيت كالعاده بسم الله ما شاء الله السمك اهو. طبعا والله انا ما حبيتش نعمل المقدمه غير لما ايه نتوكل على الله نستفتح بالميه ونشوف فيها حاجه كويسه عشان نبدا ايه نصور لكم بمشيئه الله. للعلم يا جماعه احنا انا بنعمل حاجه كده في دور الغله، عايزكم برضو تعرفوها وعايزكم تحطوا في دماغكم كام حاجه. ايه هي؟ انا بنجيب علق بنرميه وبنرمي فوق منه الغله، تمام؟ الدور لو عفر معايا بقى فيه عقار وكده بنتفق الخير، لو ما عكرش يبقى ايه خلاص كده ايه انا بنحس ان الدور مش مظبوط معايا. طبعا هاني السعيد برضو استفتح معايا وانا ما حبيتش نعمل مقدمه زي ما قلت لكم غير لما ايه
نستفتحهم. صباح الفل ابو زياء. الاصطباحة بتاعته هي السمك ده مسنود طبعا يا جدعان، مش صغير، بس احنا للاسف الكاميرا بتاعتنا هي اللي بتصغر حجم السمكه، فلتت ولا ايه؟ نعم. صباحك زي الفل ابو زياء، نهاركم فل ان شاء الله، هنحاول نصور لكم مباشر، خليكم معانا. خلي بالك عشان هناخدك. ها صلاة النبي، يا صلاة النبي يا كريم يا رب. والله يا جماعة سمك حلو، سمك حلو خالص يعني، بسم الله ما شاء الله. يعني انت اللي عمال تدحلب بيها كده، انت يعني بالحجم ده كده وعمال تدحلب لي بالسمكه؟ شايف يا ابو زياد؟ شايف ابو زياد الحجم عامل ازاي وعمال يلعب معايا؟ ما شاء الله ابو يحيى، هو انا بتاع الكلام ده برضه يا جدعان؟ لا نور عليك ابو يحيى. مش كبيرة قوي، نص كف ده يا جماعة. مسي على حبايبك يا ابو زيزو، مسي على حبايبك. احلى مسي على حبايبي كلهم، الاخ سامح الخوالة، وعيد سعيد علينا يا رب. واحلى وقفة دي ولا ايه؟ احلى وقفة ولا ايه؟ ان شاء الله. صلاة النبي يا شباب، سمك حلو داخل علينا والله العظيم، يعني بفضل الله يعني الحمد لله. ممكن تعامل ابو زياء؟ ابو زياد هيطعمني. بس ماشي هنعمل اللي عليا. صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صباح الفل يا رجالة، كل سنة وحضراتكم بخير. الكباري وصل يا فايق. هوبا أبو سنان، أبو سنان، أبو سنان، أبو سنان. خلاص يا جدعان بقى، إيه نصيبها بقى، تروح لإيه؟ لبيتها وحبيبها. يلا روحي، مع السلامة، مع السلامة. طبعا يا شباب عشان برضو تبقوا فاهمين احنا ايه، يعني انا بنصطاد على العايق بغماز، غماز خفيف طبعا، وهاني السعيد بيصطاد بايه؟
بريشه من على الارض، تمام. هو يعني في تساوي في الاحجام وفي العدد، ولكن برضو ده شغل وده شغل، يعني ما المهم ان دي شغاله ودي شغاله. يعني ايه الكلام اللي هو كان بتاع زمان دوت، ان لازم على الارض مش لازم على الارض، مفيش الكلام ده يا جماعه. هو في سمكه بتاكل عايمه وسمكه بتاكل ايه نايمه من على الارض. طبعا اخوانا وصلنا لنهايه الفتره، ده الرزق اللي ربنا كرمنا بيه انا وهاني. شفت انا وهاني شركه النهارده، فده رزق ربنا. حياه الحضرات تكون سنه خالصه، اتمنى نشوفكم على خير يا رب. مش لايك طبعا، مش لايك احلى رجاله في الدنيا. السلام عليكم.